ريال مارسيليا الدور الفرنسي الأول الجولة 20. شنا كيفاش كانت المباراة، وين كانت مباراة كبيرة خاصة، وين نقولوا باللي مارسي اليوم أضاع فوز، أضاع الفوز نقولوا فوز، وين شنا كيفاش مارسي وين كان مسيطر في المباراة خاصة الشوط الثاني. شنا 53% أولمبيك مارسي، رين 47%. شنا كيفاش 255 تمريرة لمارسي، 246 تمريرة رين. يعني نقولوا بالك المباراة كانت متكافئة. وين شنا جوليان مدرب تاع رين اللي لعب خطة 4-4-2. شنا أندريا فيلاش بورش اللي لعب المدرب تاع مارسيل اللي دخل بخطة 4-3-3. يعني إدواردو ماندي المدرب الحارس تاع رين وين أنقذ المرمى تاعو. شنا كيفاش دامين، شنا جيمي، شنا فيتوت، شنا إدواردو، شنا جيمس، شنا بنجامين، شنا كيفاش رومان، شنا بامبينيونغ، شنا أندريا هون، أندريان هون هونون. يعني كانت المباراة وين كانت مباراة كانت شيقة. شنا كيفاش بوناسار، شنا كيفاش ألفارو، شنا دويري، شنا جوردان. يعني كانت نقولوا بلي جيريمي، شنا ماكسيم لوبيز اللي دخل في الدقيقة 77، شنا ديميتري، شنا يعني كانت المباراة وين كانت شيقة، مباراة كانت جميلة جدا. وين شنا كيفاش مارسي وين نقولوا بلي مارسي ضيعوا أهداف. شنا كيفاش ران وين كذلك وين لعب بقوة في الشوط الأول، وين كان شنا الشوط الأول اللي شنا النتيجة تاع مباراة الذهاب اللي انتهت هدف لهدف. شنا كيفاش اليوم النتيجة اللي كانت صعبة على مارسي وعلى ران. يعني المباراة لكل مدرب وين عمل المستحيل من أجل التسجيل، كل مدرب وين أراد الفوز بهذه المباراة. هذه هي المباراة، مباراة اللي كانت شيقة في الدور الفرنسي الدرجة الأولى. وشنا كيفاش الجولة 20 الدور الفرنسي الدرجة الأولى رين مارسي. صحيتو.